السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في قناتكم التعليمية بدون إلكترونيك. اليوم إن شاء الله معنا الشاشة دي، شاشة يونيون إير 32 بوصة، فيها مشكلة. شاشة شغالة عادي ما فيهاش يعني يا فيها مشكلة، لكن هي حاليا شغالة عادي ما فيهاش مشكلة، يعني مجرد ما تشغلها كده الشاشة تشتغل معاك تمام، وصوت وصورة تمام زي الفل. الشاشة دي كنا مغيرين طقم مساطر ليها ومن حوالي 5 شهور او ما يقارب 6 شهور. طبعا العميل جاب على اساس ان انا كنت عطوله ضمان عليها. جربت الشاشه، لقيت الشاشه شغاله بالوضع زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، وتركب على الاستفار بتشتغل معاك تمام، لكن هو بيشغلها وهي شغاله تلاقيها فصلت صوت صوره واشتغلت صوت. طبعا انا كشفت عليها واديتها له تاني، قلت له ما فيهاش مشكله، حوالي اسبوع ورجع لي بيها تاني. كده انا اتاكدت ان الشاشه فيها مشكله فعلا. حاليا انا شغلت الشاشه شغاله، فانا عشان يظهر العطل معانا مظهر العطل محتاج وقت طويل علشان اعمل تيست للشاشه واجربها على نفس العطل انها تشتغل صوت. فهي حاليا فيها مشكله، الشاشه بتشتغل طبيعي لكن في اوجات بتفصل وتبقى شغاله صوت فقط لا غير. فانا طبعا على الوضع اللي معانا ده كده مبدئيا وتشخيص العطل، المشكله هنبعدها خالص عن الليدات او المساطر الليدات، لسبب لان الليدات الاضاءه ما بتشتغلش معاك على طول باستمرار كده، يعني كانت مره ممكن تشتغل معاك مره ما تشتغلش في بدايه التشغيل، او مره تشتغل مره ما تشتغلش، لكن مش بالوضع ده. مش الشاشه تشتغل فتره وبعد كده تفصل وتشتغل. فكده الليدات انا واثق ان الليدات 100% ما فيهاش مشكله، لكن ان شاء الله الفحص بتاعنا هيبين وهنعرف المشكله معانا منين. وهي العطل ده عطل خبيث، فتابعوا معانا عشان نقدر نحله مع بعضينا. يلا بينا نشوف موديل الشاشه بعد الفاصل ان شاء الله ونبدا نشتغل فيها. تابعوا معانا. شاشة يونيون اير تي ال 32 يو ار 42 بي، ده موديل الشاشة. طبعا هنا انا كنت كاتب تاريخ ضمان على الشاشة اهو، تاريخ 10/12/2023، تمام، يعني ما كملتش حوالي 6 شهور. هنا بعد ما فكيت الشاشة في المرحلة دي، اول حاجة انظر ليها المكثفات، يعني هنظر المكثفات وخاصة المكثفين اللي هنا دول، هنظر عليهم كده اشوف المكثفات وضعها ايه، سخونة، شكلها منتفخ، في مادة زيتية اسفل المكثف، هنا في حاجة، من الواضح ان مفيش حاجة ظهر عندي. هنا المكثفات هنا في مكثف عندي ده بيسخن والمكثف ده سخونته اجل شوية، فالمكثفين دول بيسخن، وطبيعي ان المكثف ده يسخن معاه شوية لان ده عليه حمل الليدات، والمكثف ده المفروض بيبقى فيه سخونة لكن مش سخونة عالية، تمام. فهنا المكثف ده بيسخن، المكثف ده فيه سخونة خفيفة، المكثفين دول سخونتهم أجل جدا، المكثفين دول حرارتهم طبيعية. طبعا المكثف ليه درجة حرارة معينة، بعد ما بيزيد عن درجة الحرارة دي بينهار وساعات بينفجر، تمام. فهنا مبدئيا أنا يعني 100% أنا عارف إن العطل عندي مش في الليدات، فمش هفحص الليدات بدون فحص أوبلونشي، هبدأ أشتغل في البوردة وهنشوف مع حضراتكم هنحدد العطل ده إزاي، فتابعوا معانا. مبدئيا كده هنفحص درجة حرارة المكثف، المكثفات اللي هنا دي، المكثفات دي نشوف درجة حرارتها كام ونقارن بقى، عشان هوضح لحضراتكم نقطة دلوقتي. ان هنا عندي المكثف شكله سليم لكن طبعا درجة الحرارة مرتفعة، فهنا لو طبعا جو صيف، فهنا هنا ده المكثف ده درجة حرارته واصلة 43 وبيرتفع اهو، هننتظر بس كده لغاية ونشوف درجة الحرارة تستقر على كام، ونوضح لحضراتكم فرق درجات الحرارة بين المكثفات. وطبعا لو في مكثف درجة حرارته بترتفع ارتفاع عالي ومع الجو اللي احنا فيه ده اكيد المكثف هينهار. ادي 54 كده انا ثابت على مكثف واحد، درجة حرارة المكثف ده واصلة 56، تمام، 57، وكده يعني درجة حرارته مش هتتعدى 60 المكثف اللي معايا ده، كده بعد ما استمرينا عليه الوقت ده كله. تمام، يعني ده 58 اهو. نروح للمكثف اللي هنا من جنبه التاني نشوف درجة حرارته هتوصل كام. لاحظوا حضراتكم درجة حرارة المكثف ده بترتفع ازاي،
بتعد زي الثواني اهي. درجة حرارة 70 دي عالية على المكثف، يعني مش مكثف السخونة اللي فيه دي مش طبيعية. ده درجة حرارته 72 زائد 10، ده زائد 10 درجات عندك. ده هنا يعتبر 44 أو 45 زي ما واضح من حضرتك كده، زيادة حتى بعد فترة طويلة مفيش زيادة كتير. المكثف اللي من جنبيه يعتبر نفس درجة الحرارة بتاعته 45 46، أهو بيزيد وبينقص 45 46. لاحظ حضرتك ده درجة الحرارة بترفع عليه ازاي؟ هنا المكثف ده درجة حرارته مرتفعة عن بقية المكثفات اللي معايا، حتى انا فطبيعة الحال يعني انا كده شاكك في المكثف ده. طبيعة الحال السخونة اللي انا شايفها دي مع الجو اللي احنا فيه ده، المكثف ده يوصل درجة حرارة معينة وهينهار مع التشغيل ومع الوقت. فنيجي كده بعد ما فحصنا درجة الحرارة نروح نفحص فولت، وده اللي هيبين معانا اكتر. عندي مصدر الاضاءة عندي اللي خارج من الباور هتلاقيه موجود عندك هنا، شوكته ديود عليه اللي معايا ده، وشوكته ديود موجود تاني، شوكته ديود عليه 12 فولت، والشوكته ديود ده بيبقى عليه فولت بيتراوح من 15 فولت. درجة حرارة الفولت بتاعه هتراوح ما بين، نرجع لوضع الدي سي تاني، ده 12 فولت اول شوكة ديود اهو، ده خارج البار عندي، البورد الصيني دي في خارجين، ده ال 12 فولت دي اللي خارجة معايا لدائرة الكنترول، واي سي الصوت والبانل وبقية الدوائر الموجودة معايا، والشوكة ديود التانية ده خاص بدائرة الإضاءة فقط لا غير. فالمفروض انا عندي، لاحظوا معايا كده حضراتكم، عندي هنا نسبة 12 فولت، والفولت عندي هنا مفيش تغيير فيه، 12.5 ملي فولت ثابت معايا مفيش اي تغيير، تغيير بسيط جدا. نروح للشوكة ديود التاني الاضاءة، عندي هنا 16.45، هنا حاليا الفولت ثابت مفيش تغيير فيه، الفولت هنا برضو ثابت، المفروض كده مفيش مشكلة عندي في دائرة الباور. طب هقول لحضرتك على حاجة، هنفصل الشاشة باور كده لمدة ثواني وافتكر معايا الفولت اللي كنا جايسينه هنا ده كده علشان تعرف احنا هنتكلم في ايه. ادي 16.45 ملي او 44 ملي. هنفصل الشاشة باور لمدة ثواني وهنرجع نقيس الضغوط دي تاني ونشوف في تغيير في الضغوط ولا مفيش تغيير، لان لو في تغيير في الضغوط هنا يبقى عندي مشكلة هنا في المكثفات، لان المكثف بيسبب معاك في كذا مشكلة. ممكن يسبب معاك في ارتفاع الفولت عن ما هو طبيعي لو المكثف تالف، ممكن يسبب معاك في انخفاض الفولت عن ما هو طبيعي لو المكثف تالف، ممكن يسبب معاك في تذبذب الفولت، الفولت يعلى ويزيد معاك حتى لو ملي فولت يعلى ويزيد معاك لو المكثف تالف. فهي المراحل دي اللي بتحدد معانا تلف المكثف. فمش معنى ان مثلا 16 فولت ثابته الباقي المليات دي ملهاش شغل معانا، لا، الملي فولت بيفرق معانا، خاصه لان الدوائر دي متصممه على ان الفولت فيها يبقى ثابت مش فولت متغير. يعني ال 12 فولت تبقى ثابته، كانت 12 فولت و5 من ملي من 100 من ملي فولت، وهنا كانت 16.45 من 100 ملي فولت، تمام. فالمفروض احنا لو فحصنا هنا نلاقي نفس الفولتات اللي احنا فحصناها دلوقتي والشاشه شغاله، وبعد ما طفينا الشاشه دلوقتي هنشغلها تاني المفروض نلاقي نفس الفولتات هي هي. هنتظر خمسه كده الشاشه تبرد وبعد كده نفحص تاني ونشوف مع حضراتكم. انا كده شغلت الشاشه تاني، هنروح نفحص الجهود زي ما كنا فحصينها. ده 12 برضو نفس القيمة اختلفتش كتير. نروح ده كان 16.45 ملي، لاحظوا حضراتكم ده 16.12 ملي و13 بيزيد اهو زي العداد.
بص حضرتك الفولت بيزيد معايا والشاشة شغالة اضاءة ما فيهاش مشكلة، يعني الشاشة الاضاءة شغالة عادي وفي اضاءة عندي موجودة، لكن لاحظ حضرتك التغيير عندي في الفولت. فانت لما تيجي تفحص يعني مش ثواني كده بمجس المالتيمتر وتفحص الفولت وتمشي من عليه، لا لازم تثبت كده فترة وتلاحظ الفولت عندك ايه التغيير اللي فيه. زي ما احنا شغالين كده اهو حضرتك لاحظ كده بدون تفكير انا هروح استبدل المكثف ده. طب انا ليه المكثف ده؟ لان المكثف ده خاص بتنعيم الجهد اللي هو خارج للاضاءه للشوكت ديود اللي معايا ده، فالمكثف ده متصل مع الشوكت ديود ده، فهنا المفروض انا هستبدل المكثف ده مبدئيا وهنخرجه ونفحصه بره الاول ونتاكد ان هو تالف. ومعايا المكثف ده برضه احتمال، لكن المكثف ده هو اللي هيكون الاساس لان الجهد المصدر نفسه بيتغير. فتابعوا معانا، انا بوضح لحضراتكم العطل ممكن يبقى خبيث، وفعلا يعني طريقه الفحص احنا فحصناها دي سهل انك انت تتعرف على العطل بسهوله ان شاء الله. ممكن تشك في الليدات وده كان الطبيعي، لكن العطل عندنا مش عطل الليدات، وانا باكد لحضراتكم وهيبان معايا دلوقتي لما اشيل المكثف ونفحصه معاكم برضو ونتاكد من الميكروفراد للمكثف. من هنا ازلت المكثف، المكثف ده قيمته 35 على 330 مايكرو فرد زي ما واضح اهو حضرتك كده. انا وضع المكثف واروح افحص شوف هيدينا كام. مديني 230 مايكرو فرد، 231. هروح استبدل المكثف بمكثف تاني ونفحص مع حضراتكم ونشوف المشكلة اتحلت عندنا ولا لسه في الفولت زي ما هو. تابعوا معايا كده. بعد ما غيرنا المكثف هوصل باور وشغل الشاشة ونروح نفحص ونشوف الوضع عندنا ايه. ادي الشوكت ديود اللي احنا كنا بنفحص عليه ده اللي هو يخص بال 12 فولت، الوضع الدي سي 12 فولت زي ما هي قيمتها ثابته. ده كانت 16 فولت، وزي ما كنتوا شايفين حضراتكم الفولت كان بيتغير. هنا عندي 16 فولت و87 كانت عندنا و45 من 100، دي و87 معايا وثابته معايا ما بتزيدش ولا بتنقص زي ما واضح مع حضرتك كده، وتذبذب بسيط جدا في الفولت يعني ادي الفولت ثابت معايا. طبعا الشاشه كنت فاصلها وغيرت المكثف، فلو الفولت هيزيد او هيحصل فيه شيء كان زاد دلوقتي معايا، لكن الفولت ثابت زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. تغيير مول فولت خفيف يعني وما بيزيدش ولا بينقص، بيزيد وينقص في ساعتها اهو. فكده عندي ان شاء الله نقدر نقول المشكله عندنا اتحلت كانت بسبب المكثف ده، لان المكثف شكله سليم من الاسفل ومن الاعلى مش ظاهر عليه شكل انتفاخات او شيء، لكن سخونته كانت عالية. طبعا لما تحسسنا السخونة لقيت السخونة عالية، وانا كنت كده كده عامة مشاكل الاضاءة دي لما بتبقى الليدات سليمة عادة بتتجه للمكثفين اللي هنا دول، مكثف اللي معايا ده اللي هو المصدر اللي خارج معايا من الباور نفسه اللي بيغذي معايا دائرة الاضاءة. تعالوا نروح حضراتكم كده نشوف درجة حرارته كام. احنا كنا فاحصين المرة اللي فاتت كان درجة حرارته معدية 70 درجة، شوف درجة الحرارة كام دلوقتي. ده درجة الحرارة، نروح نشوف انا عندي هنا الدرجة 35، نشوف هنا هتوصل كام. يعني حتى زيادة يعني زيادة تدريجية خفيفة جدا، بيزيد ببطء
تاني كان عداد زي الثواني، بيعد 1 2 3 ورا بعضين. مكثف سخن بسيط يعني، سخونة عادية نفس سخونة المكثفات اللي عندي دي، نفس سخونة المكثفات دي. كده درجة الحرارة ثابتة على 44 زي ما واضحة مع حضرتك، من 71 يعني فرق 30 درجة، ودرجة الحرارة 30 درجة حرارة. فكده نقدر نقول العطلة عندنا تحل ان شاء الله، ونقدر نسلم الشاشة للعميل واحنا مطمنين مفيش مشكلة. وده كان عطل من الاعطال اللي حابين نشاركها مع حضراتكم، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في فيديو قادم. ما تنسوناش بالدعاء والدعاء لاخواتنا في فلسطين، وان شاء الله باذن الله نشوفكم في فيديو قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.